بيكم على قناة ساينس اس كي، معاكم ميس سلوان خالد. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس. Hello everyone, today we study group of animals called amphibian. Repeat after me. Amphibians. This animal can live in water and land. الانيمالز دول بتعيش، ان هي بتعيش في المية وبتعيش كمان في land، ودول بنسميهم amphibians. زي ما خدنا قبل كده ان في animals كانوا احنا بنقول عليهم reptiles، اللي هي زي مثلا اللي هي البانسر كاميليون، وزي اللي هي الليزرد، فاكرين؟ تمام. هنا برضو دي برضو group of animals بس بنقول عليها ايه؟ amphibians. اسمها ايه؟ amphibians. تابع معايا الدرس هنتكلم عنه بالتفصيل. يبقى الامفيبيانز الاكزامبل عليهم زي الفروكس، زي التوت، زي السلامندر. تمام؟ تمام. طب احنا عايزين نعرف اماكنهم بتبقى موجوده فين، الهابيتات. قالك ان هي زي كان ليف ان مويست انفايرمنت از رين فورست اند ستريم اند بوينت. يعني ايه؟ يعني لازم البيئه اللي تكون عايشه زي الفروكس او السلامندر، ان البيئه بتاعتهم تكون مويست. يعني ايه مويست؟ تكون بيئه رطبه. تمام. دي الاماكن اللي بتبقى موجوده فيها الامفيبيانز. طب احنا عايزين نعرف هما ازاي بتتنفس. تعالوا نقرا. لو هما موجودين على اللاند، على الارض، تمام، الادلت امفيبيانز بيتنفسوا زي الانسان. يعني احنا قلنا ان الانسان بيتنفس عن طريق اللي هو التو لانجز، فاكرين قبل كده. تمام. لما خدنا الريسبيراتوري سيستم قلنا ان الانسان كان بيتنفس عن طريق اللي هما التو لانجز، وقلنا ان السمك بيتنفس عن طريق اللي هو الايه، الجيلز. بيرفكت. تمام. طب لو هما بقى موجودين في الميه يتنفسوا عن طريق ايه؟ قالك ان هما زي تيك ان اكسجين فروم ووتر باي ذير سكن. احنا عارفين ان الاكسجين في الميه بيكون دايب. تمام. فهما بيتنفسوا ازاي؟ عن طريق السكن، ودي اللي هنفهمها ازاي. يبقى اهم حاجه لازم تعرف ان لازم تكون الانفايرمنت لازم تكون مويست. تمام. وعرفنا ان هما لو موجودين على الارض بيتنفسوا عن طريق تو لانجز زي الانسان بالظبط، ولو هما موجودين على الميه هيتنفسوا بالايه؟ هيتنفسوا بالسكن. طيب احنا عايزين نفهم ازاي الامفيبيانس بتاخد بقى من الووتر لما تنزل في الميه الاكسجين. تعالوا نقرا. بيقول لك هنا ايه؟ amphibians are covered with skin that allows water and gases to pass through. يعني ايه؟ يعني انا عندي الفروج اهي، تمام، الفروج دي بتبقى متغطيه بالسكن. السكن ده بيساعد ان هو بيمر الجازز، وبلس ان هو بيمر الايه، الووتر. تاني ستيب بيقول لك هنا ايه؟ water surrounds the skin of amphibians making their skin moist. يعني ايه؟ يعني اول ما تنزل الميه، تمام، الميه دي بتخلي السكن بتاع الامفيبيانس يكون مويست، يكون رطب. تمام. So they can extract oxygen from water. تمام. وده بيسهل عليها ان الجلد، ان السكن بتاع الامفيبيانس يبتدي ان هو يمتص الاكسجين الزائد في الميه. هو ده يا سيدي. يبقى اهم حاجه لازم تعرف ان هي لما بتكون اون لاند، على الارض، تمام، تتنفس عن طريق اللنج، عن طريق زي الانسان بالظبط. لو هي في الميه تتنفس عن طريق ايه؟ باي سكن. دي من اهم الاسئله بتيجي في الامتحان. وعرفنا ان الفيش بتتنفس عن طريق اللي هي الايه، الجلز، والانسان بيتنفس عن طريق اللي هو التو لانجز. تمام. الباقي اللي احنا هناخده بعد كده دي معلومات عامه، يعني معلومات، يعني نادرة جدا لما بيجي عليها اسئله، بس لازم نفهمها ونعرفها. احنا كده قلنا الحاجات المهمه اللي موجوده في الدرس، الباقي عايزاك تفهمه بس. خلاص. بيقول لك هنا ايه؟ frogs need clean water to stay healthy so they are sensitive to the effects of water and air pollution. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الفروجز دي بتحتاج ان هي تبقى في بيئه اللي هي الميه اللي بتكون عايشه فيها تكون نظيفه. تمام. لان هي اصلا بتكون حساسه لاي حاجه بتلوث الميه او بتلوث الهواء. يعني مثلا انت عندك مثلا اللي هي المصانع بترمي الويست برودكت بتاعتها في الميه، والميه دي مثلا بتكون عايشه فيها الفروجز، صح ولا لا؟ طب ما هي كده بالنسبه للحاجات الويست برودكت دي للفروجز بتبقى حاجات بويزنز، حاجات سامه. طب ما هي ممكن تاثر عليها، ممكن ان هي تخليها تموت، صح ولا لا؟ فلازم ان هو تبقى الميه اللي تكون عايشه فيها تكون كلين. ماشي. تمام. فعشان كده الساينتست تراي تو سيف ميني امفيبيانز فروم اكستنكشن. يعني ايه؟ بيقول لك ان العلماء بيحاولوا ان هم يخلوا الامفيبيانز دول يحميهم من، يعني يعملوا لهم بروتكشن، يحميهم من اللي هو الاكستنكشن، من اللي هو الانقراض. فهنا في دورين. اول حاجه البيولوجيست دوره ان هو يعمل سيرشنج فور بايوليشن فاكتورز ذات امفيبيان ان اير اند ووتر.
بوليوشن. يعني ايه؟ يعني اللي هم البيولوجيست اللي هم العلماء دورهم ان هم يدوروا على الاسباب اللي بتخلي الميه او الهواء ان هم يحصل لهم ان هم تتلوث، عشان يقللوا بقى من كميه اللي هي الحاجات اللي بتلوث الميه او اللي هو ايه الهواء، عشان ده بيأثر على الامفيبيانز. ده دور البيولوجيست. طب دور اللي هو البيبول ايه؟ رول اوف بيبول، اول حاجه clean air and water is important for amphibians, so people should avoid throwing waste material in water. دول بقى اللي هم الناس اللي هم العاديين، اللي هم اللي احنا بقى اللي احنا بنرميش زباله في الميه. تمام. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه بيقول لك هنا dispose of chemicals in a correct way helps to avoid water pollution. يعني الحاجات اللي هي بتبقى الحاجات اللي هي الكيميكالز اللي بتبقى خارجه مثلا من المصانع دي نتخلص بيها بالطريقه الصحيحه، مش ان يعني احنا نشوف الطرق اللي احنا المفروض نتخلص منها بدل ما نرميها في الميه والحاجات دي تلوثها. تمام، احنا كده يعتبر خلصنا اللي هو اخر حاجه، اخر جزئيه موجوده عندنا في كونسبت 1. تمام، ما تنساش ان في وصف الفيديو هتلاقي ان في تحت في اللي هو لينك التليجرام، لو انت ما انضمتش معانا تنضم عشان بننزل عليه كل الملخصات، كل المراجعات والدروس بالترتيب الصحيح. ما تنساش لو انت ما عملتش لو انت ما انضمتش برضو اللي هو البيج بتاع الصفحه بتاعتنا هتلاقيها برضو. لو في اي حاجه مش فاهمها، اي سؤال واقف في ايديك اكتبها لي تحت في الكومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.